الأطفال هم روح الحياة وعطرها، يعيشون اليوم بيومه بل الساعة بساعتها، ولا يأخذهم التفكير ولا التخطيط لغد، ولا يفكرون سوى ببراءتهم. فالطفولة شجرة نقاء وأغصان تنمو بعفوية، لابد أن نغذيها بالاهتمام والتعليم والتربية، فهي من أهم مراحل حياة الإنسان. ففي الطفولة تزرع بذور القوة والتحدي والنجاح في أطفالنا، لنحظى بمستقبل ناجح ومشرق ومليء بالإنجازات والتحديات المتميزة. فالأطفال اليوم شباب المستقبل.